أن عاصما ابن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني حاجة وفاقة، فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمره، فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الصحراء، ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. فيقول: والله لم أرفع رأسي، والله لم أرفع رأسي حتى سمعت شيئا يقع جنبي، فإذا أخي بالله بطائر يرمي بسرة من الدنانير. يقول: فتحتها فإذا بها 80 دينارا وجوهرة ملفوفة بقطمة. فقال: بعت الجوهرة وسددت ديني، واشتريت مما زاد معي أرضا عقارا آكل منه. انظر إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ما ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. متى؟ عندما جمعوا الناس له، عندما اجتمع الناس عليه وأرادوا أن يضروه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم عليه السلام وهو يقذف في النار، في طريقه إلى النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت الإجابة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو التوكل على الله، كن مع الله وثق بالله عز وجل. بل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر ماذا فعل؟ إذا حزن من أمر، إذا أراد أن يطلب شيئا ماذا فعل؟ ذهب إلى الصلاة، يلجأ إلى الله، يشكو إلى الله. وأبشر أيها المظلوم، أبشر يا طالب الحاجة إن كنت مظلوما، واتق كما ورد في الحديث: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. أبشر إن كنت مظلوما ولا تحزن، أبشر فالفرج قادم بإذن واحد أحد. يقول أبو داود في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنه، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. واسمع يا أخي، وبهذه أختم، لا أريد أن أطيل عليكم. أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا وأهلي 3 ليال جياع، فخرجت فإذا بابنتي الصغيرة تقول لي: يا أبت الجوع، يا أبت الجوع، ما لنا طاقة الجوع. قال: فأتيت إلى المتوضأ، وذهبت وتوضأت وصليت 2 ركعتين، وقلت: اللهم افتح لي، اللهم افتح لي باب رزق يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد علي فيه منا آمن يا الله، ولا لك علي فيه في الآخرة تبع برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو دعاءه يا أخي. ثم يقول: انصرفت إلى البيت فإذا بابنتي الكبيرة قامت وقالت له: يا أبتي، جاء رجل يقول أنه عمي، جاء رجل يقول أنه عمي بهذه السرة من الدراهم، وبرجل يحمل عليه دقيق، وبرجل آخر يحمل عليه من كل شيء من السوق. فقال: أقرئ أخي السلام وقول له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتيك حاجتك. فيقول أصبغ بن زيد: والله ما كان لي أخ، والله ما كان لي أخ. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يا رب المستغفرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول ابن القيم رحمه الله: كنت في مكة
أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا زيارتك. قال: كنت في مكة فأصابني الدواء وجع الدوخة، فلم أجد لا طبيبا ولا دواء. فيقول: والله لم أستعن إلا بالفاتحة، والله لم أستعن إلا بالفاتحة، فقرأت الفاتحة فالله سبحانه وتعالى شفاني. انظر أخي في الله بماذا استعان، استعان بالله عز وجل ولم يستعن بالآخر. وانظر ماذا يقول لك يحيى بن معاذ، يقول: يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من سألك. انظر ماذا يعلمك، تذكر هذا، أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك إن لم تسأله، يغضب عليك الله سبحانه وتعالى إن لم تسأله. فاسأله يا أخي، اسأل الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يرحمنا. اسأل الله عز وجل، عسى الله أن يفك ما بك من قرب، وسيفك بإذن واحد أحد. التزم أخي بالله بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، اذهب توضأ وصلي ركعتين وادعو الله عز وجل. نعم أخي الطالب، تستطيع أنت ذلك، فأنت صاحب حاجة، كل صاحب حاجة إذا ذهب وتوضأ وصلى ركعتان والله لن يخذله الله سبحانه وتعالى، والله لن يخذله الله سبحانه وتعالى. أختم يا أخي، سأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: والله لا أدع بابا مفتوحا، لا أدع باب الرحمن فهو بابا مفتوح، وأذهب إلى باب مخلوق باب مغلوق. اللهم اجعلنا من المستمعين القول فاتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من المستمعين القول فاتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من المستمعين القول فاتبعون أحسنه. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك ورضاك والجنة. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك، ونعوذ بك من عمل يبعدنا عنك، ونعوذ بك من عمل يبعدنا عنك. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أفطرنا بالاستغناء عنك، اللهم أفطرنا بالاستغناء عنك. اللهم لا ترد أيدينا خائبين، اللهم لا ترد أيدينا صفر يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، واخذل من خذل الدين. أمين أمين اللهم.